السلام عليكم، انا هبه ابو الخير. في فيديو النهارده هعمل وصفه فراخ مشويه تجنن. التتبيله دي قويه جدا وطعمها مش هتنسوه يا جماعه. بلجأ ليها دايما لو انا مثلا حابه اعمل غدا سريع وحلو وما ياخدش مني وقت وتعب ووقفه في المطبخ وكركبه وكده. يعني على طول بجهزها وادخلها الفرن وريحتها بتعمل قلبان في البيت حرفيا. اذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه اذا حابين يوصل ليكم اشعار باي وصفه جديده. يلا بينا نبدأ. في الوصفة دي ممكن تستخدموا فرخة كاملة أو دبابيس أو صدور. أنا كان عندي وراك سليمة فاستخدمتها. الفراخ مغسولة ومتصفية كويس جدا. هجيب سكينة وأعمل فتحات على طول الورك من برة، بحيث تبقى قطع بسيطة كده في الجلد وتفتح في اللحم علشان يتشرب التتبيلة صح. ما تفتحوش الجلد للآخر علشان يعني هنغطي الفراخ في الفرن، فالجلد لو اتغطى وهو متقطع بكمية كبيرة فمش هيفضل محافظ على شكله زي ما احنا حابين. نفس الفكرة لو بتستخدموا صدور أو دبابيس اعملوا فيها فتحات تسمح بدخول التتبيلة لجوه. التتبيلة دي الوزن 2.5 أو 3 كيلو من الوراك، يعني 2.5 أو 3 كيلو من الفراخ عموما. إذا هتعملوا كمية أقل قسموا مقادير التتبيلة على 2، وإذا هتعملوا كمية أكبر فأكيد ضعفوا الكمية. عندي هنا نص كوباية من عصير الليمون، هضيف عليها نص كوباية من زيت الزيتون. عليهم هضيف معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم أو نص راس ثوم متقشرة ومفرومة. أنا ضفت هنا كمان معلقة كبيرة مليانة من صلصة الطماطم. المكون بقى اللي بيخلي ريحة الفراخ وطعمها كده يجنن ويبقى فيها تسكيرة كده حلوة قوي هو دبس الرمان. أنا ضفت منه 4 معالق كبيرة للكمية دي. بالنسبة للتوابل فهضيف معلقتين كبار من الملح علشان طبعا كمية الفراخ كبيرة، مع معلقة ونص من الكركم. الكركم بيديني لون ممتاز جدا. هضيف كمان معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الشطة المجروشة أو بيقولوا عنها فلفل جامايكا. بس كده، مش هنضيف بقى لا توم باودر ولا بصل باودر ولا أي حاجة من التوابل المختلفة. هنكتفي بس بالتوابل دي مع دبس الرمان، الكركم، البابريكا، الشطة، الحاجات اللي قلنا عليها، وهتاخدوا طعم حلو قوي يا جماعة. كمان كل الحاجات دي مع بعض بتدي لون حلو جدا. هاخد التتبيلة اوزعها على الفراخ واسيب شوية على جنب كده وهقوليكم هنعمل بيهم ايه. نوزع التتبيلة كويس وندخلها جوه الفتحات اللي عملناها في الجلد. معاكوا اختيارين، لو مستعجلين تقدروا تدخلوها الفرن على طول، او تسيبوها في التتبيلة مثلا من ساعة لثلاث ساعات، او مثلا لو حابين طعم اقوى اكتر تقدروا تسيبوها ليلة كاملة في التلاجة. عندي هنا بطاطس قطعتها ويدجز، هضيف عليها جزء من التتبيله اللي اتبقت معايا. هجيب صينيه اضيف فيها البطاطس بالتتبيله بتاعتها وعليها حبه بصل متقطعه شرايح كده. كمان تقدروا تضيفوا فلفل اخضر او الوان زي ما تحبوا. انا كمان علشان اعلي التست اكتر ضفت قرفه سيجار، روز ماري فريش وزعتر فريش، هم اختياري، ممكن تستغنوا عنهم. وعليهم هرص وراك الفراخ بالطريقة دي. هي جنب بعضها قوي، لكن الفراخ عموما حجمها بيقل شوية في التسوية، فشكلها هيبقى اجمل في الاخر. اغلب الاوقات لو مش مستعجلة مش بسيب الفراخ فترة طويلة في التتبيلة، يعني بدخلها الفرن على طول، وطعمها برضو بيطلع قوي جدا. باقي التتبيلة كمان اللي اتبقت معايا من الفراخ والبطاطس هضيفهم على الوش بالطريقة دي. انا غطيت الصينيه بورقه زبده وعليها ورقه فويل وقفلت عليهم كويس. الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حراره 240، هدخلها رف اسفل لمده نص ساعه. بعدين هنزل الحراره ل 200 وارفع الصينيه رف اوسط واسيبها كمان من ساعه لربع لساعه، يعني مجمل التسويه بيكون من ساعه ونص لساعه وربع حسب كميه الفراخ. اخر ربع ساعه بشيل الفويل وافتح الشوايه تاخد لون ذهبي من فوق. ممكن اذا حابين يديها لون اقوى ندهنها كده بشويه دبس رمان كمان في الاخر. الفراخ جوسي جدا يا جماعة وطرية قوي. التتبيلة بتاعتها بتعمل قلبان في البيت حرفيا. كعادتي دايما لما الفراخ تتحمر وتاخد لون بحب اخد شوية كده من الصوص اللي هو تحت واوزعه في فرشة على الفراخ من فوق، بيديها لمعة وطراوة، كمان بيساعد انها تاخد لون مظبوط. من اسرع واحلى التتبيلات اللي هتجربوها. انا عملت قبل كده تتبيلتين حلوين جدا جدا، ضيفوا دي ليهم كمان. تعرفوا ازاي ان الفراخ نضجت؟ لما الدبوس يفصل من تحت، يعني الجلد يفصل عن العظم.
انا بحبها دايبه جدا، قدموها كده جنب سلطه او بطاطس او عيش او رز او مكرونه زي ما تحبوا. انا اكتفيت بيها بس مع البطاطس. البطاطس شاربه من التتبيله وصوص الفراخ وطعمها مميز قوي. ممكن تضيفوا ليها اي نوع خضار تحبوه، مش شرط بس بطاطس او فلفل. وصفه بسيطه وخفيفه، مش هتاخد منكم اي وقت. اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه اذا حابين يوصل لكم اشعار باي وصفه جديده. اشوفكم على خير.